أنا آسف أنني أخبركم هذا الأمر، ولكنني مللت من إخفائه عنكم. أنا مدمن على المخدرات، أستيقظ باكرا كل يوم أبحث عن هذا المخدر، أمشي أحيانا 10 دقائق، أحيانا نصف ساعة حتى أجده، فأشعر بشعور جميل، شعور أنني أنجزت شيء، فتملأني الطاقة وأبدأ يومي بنشاط. نعم يا سادة، إنني أتكلم عن مخدرات الدماغ نفسه، وليس تلك التي ينفق عليها البعض أموالا تدمرهم لا تحييهم. المخدر الذي عودت دماغي على إنتاجه يسمى بالدوبامين. احفظ هذا الاسم، لأنك بنهاية هذا المقطع ستسعى باحثا عنه في دماغك. الدوبامين يجعلك أذكى، أقوى، أفضل. هل تريد أن تجربه؟ فقط تخيل معي هذا الموقف. أنت أنهيت اختبارات الثانوية العامة والنتائج غدا، وعندما قمت بحساب مجموع علاماتك اتضح أنك لن تنجح، أو ربما لن تحصل على العلامة التي كنت تريدها، ولكنك لم تخبر أحد بذلك وبقيت صامتا حزينا. وفي اليوم التالي، يوم النتائج، اجتمع الأهل مسرورين ينتظرون النتائج ومتأملين بك، وأنت هناك في زاوية الغرفة حزين على نفسك أولا، وحزين على خيبة الأمل التي ستصيبهم بعد قليل، لأنك تعرف النتيجة مسبقا. ثم بدأت أصوات المفرقعات النارية من الجيران والأصدقاء، والنتائج بدأت بالظهور. ثم حصل والدك على قائمة الناجحين وبدأ يبحث عن اسمك بينهم، وفجأة قال: راسب، ابن جارنا راسب. لم يصل إلى اسمك بعد. ثم تغيرت ملامح وجه والدك إلى الابتسامة وقال: مبارك يا بني التفوق والنجاح. مستحيل، دعني أرى مظلوم الأخ. وبالفعل كنت ناجح وحصلت على العلامة التي كنت تريدها. اتضح أنك لم تجمع علاماتك بشكل جيد بسبب التوتر، ثم بدأت بتلقي التهاني والتبريكات من الأهل وتسلم على الأصدقاء. كنت سعيد جدا، تشعر بشعور الإنجاز، كنت وكأنك منتشي. نعم، كنت منتشي الدوبامين، كما حالك الآن وأنت تستمع إلى هذه القصة. فالدوبامين له علاقة مباشرة بنظام المكافأة والإنجاز في الجسم. لم أفهم. يعني أنت عندما تحقق أمر أو تنجز أمر صعب ما تشعر بشعور النصر، هذا الشعور يعطيك طاقة ونشوة معنوية عالية، فتشعر أن بإمكانك فعل أي شيء بعدها. ونفس الحال عند نقصه، تشعر بعكس النصر، تشعر بالحزن، الاكتئاب، الإحباط، تشعر أنك لا تريد فعل أي شيء سوى الجلوس مكانك، كما حال أغلبنا هذه الأيام مع الأسف. في الدماغ هناك منطقة تسمى بالسوبستانتيا نيجرا، يفرز الدوبامين من هناك، ويفرز منطقة أخرى تسمى بالفنترال تيجمنتال. الآن لو تمعنا قليلا في وظائف هاتين المنطقتين، نلاحظ أن الأولى لها دور في الحركة والكلام، والثانية لها دور في التحفيز، التفكير، المشاعر. والدوبامين يعمل كمنبه لتلك النشاطات، فعندما يزيد الدوبامين تزيد التفكير، الحركة، الكلام، المشاعر، التحفيز. تزيد الكلام بحيث تصبح تتكلم بشكل منسق ومرتب دون تلعثم. ملخص كل ما قلته إلى الآن أن الدوبامين مهم جدا في فعالية أجسادنا، لذلك لابد من زيادة إنتاجه، أو لابد من إدمانه إن صح التعبير. ولكن كيف ذلك؟ أو كيف نزيد من إنتاج الدوبامين في أجسادنا؟ الإجابة سهلة بسيطة، وتسمى بالسهل الممتنع، وتتمثل في الاستيقاظ باكرا. الطب يؤكد أن الاستيقاظ باكرا من أحد أهم أسباب إفراز الدوبامين، وبالتالي النشاط التام طوال اليوم. فيوصي العلماء دائما بالاستيقاظ باكرا، وذلك لتجنب الأزمات القلبية التي من أسبابها نقص الدوبامين. ففي دراسة نشرت في مجلة هاردكور نال حول هذا الموضوع، تقول الدراسة أن احتمالية التعرض للأزمة القلبية يزيد في ساعات الصباح الباكر. وقد قام الباحثون في هذه الدراسة بتحليل بيانات أكثر من 800 مريض تعرضوا بالفعل لأزمات قلبية مميتة، كانت النسبة العليا منهم في فترة الصباح من 8 إلى 12 ظهرا. فتجد أحدنا ينام ولا يستيقظ إلا للسؤال: من ربك؟ ثم أنت كمسلم مفكر الآن تسأل نفسك السؤال المنطقي: لماذا الله سبحانه وتعالى وضع لنا صلاة وقت الفجر، مع أنه كان بإمكانه أن يجعلها الساعة 12 ظهرا، أو يجعل كل الصلوات صلاة واحدة مثلا؟ ولكن هو الله الحكيم من أسمائه الحسنى، فهناك حكمة من وضع صلاة الفجر فجرا، وحكمة من أمرنا أن نصلي الصلوات في ميعادها. ونحن الآن نفهم جزء صغير من هذه الحكمة الربانية، فيا سبحان الله. فالاستيقاظ فجرا هو أرخص وأفضل منبه في الدنيا، فتزيد بذلك من إنتاج الدوبامين، وبالتالي النجاح في الدنيا والجنة في الآخرة، لو نظرنا للأمر من زاوية مختلفة. أتعلم شيء؟
اقرأ في كل الكتب الطبية، اقرأ في كل العلوم، ستجد دائما أن هناك حكمة ومغزى من كل شيء، فلا يسعنا إلا أن نقول سبحان الله. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك الموضوع ابدأ بتطبيقه في حياتك أولا، ثم علم الناس به كما أفعل الآن معكم، من مبدأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ونريد أن نوصل هذا المقطع إلى 30,000 إعجاب، ولا تنسى أيضا تشغيل زر الإشعارات ليصلك كل جديد، ودمتم في أمان الله.